ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ باي عالك الحمامة الصغيرة عشان الحشرات اللي جواها، عشان هي تخاف وتقدر تمشي وتاكل اكل من غير ما يكون عليه اي حاجة. شاطرة يا جميلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد من الفيديوهات المهمة، وموضوع النهاردة عن طريقة بسيطة وسهلة لعلاج حشرات الحمام، ان شاء الله بطريقة امنة جدا 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 على الحمام، سواء حمام كبير او على زغليل. وان شاء الله هنشوف النهاردة العلاج عملي مع بعض على حمام نفاخ، زغليل وشبابات وحمام كبير. تمام كده؟ عشان ما حدش يقول لي انت بتجرب على حمام رخيص ولا بتاع ولا الكلام ده. فالطريقه ان شاء الله طريقه امنه، واستخدمتها قبل كده وجربت الطريقه ديت قبل كده، والحمد لله بفضل الله ما شفتش منها اي مشاكل ولا اي اضرار. دول يا جماعه الادويه اللي احنا هنعالج بيها النهارده ان شاء الله حشرات الحمام. دوت بايوتكس بيطري، وده افريزين بشري. تمام كده؟ طبعا دولت افضل علاجين للحشرات، استخدمتهم من يوم ما بدات تربيه حمام لحد النهارده، بجيب من ده على طول وبجيب من ده على طول. تمام كده؟ فده ليه وظيفه وليه شغلانه في علاج الحشرات، وده ليه وظيفه تانية وشغلانه تانية خالص في علاج الحشرات. يعني الاثنين دول بيكملوا بعض، ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه تانية. طيب خلينا فاهمين كده الاول. بايوتكس بيطري ده الماده الفعاله اللي فيه اسمها دلتا مسرين. دلتا مسرين بيطري طبعا ماده بيطريه قويه جدا للقضاء على الحشرات. تمام؟ بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على الحشرات اللي هي الكبيره، اللي زي دبان الريش او ذباب الريش او الكلام ده كله. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه اللي هي الافريزين بشري، ده علاج بشري لعلاج الامل. تمام كده؟ لعلاج الامل اللي بيبقى في الشعر، فده علاج بشري بنستخدمه للحمام لعلاج امل الريش او سوس الريش، اللي هي الحاجات الصغيره جدا. ولو عندك بقى نمل في المكان، عندك اي حاجه في المكان، ده بيعالجها ان شاء الله. فعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش في العلاج عملي مع بعض، ونشوف دلوقتي ازاي نستخدمها للحمام مع بعض. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه طبق صغير اهو، تاني حاجه الافريزين بشري والبايوتكس بيطري وفرشة أسنان مستغنيين عنها مش محتاجينها، وسرنجة فيها 5 سنتي مية هم، وسرنجة فاضية نستخدمها نسحب بيها المبيد الحشري من هنا. تمام كده؟ اهو يا جماعة سرنجة فاضية، دي مش هنستخدمها غير للمبيدات الحشرية بس، مينفعش نستخدمها بعد كده في أي أدوية. تمام؟ أول حاجة هنفتح فايل البيوتكس بيطري ده. تمام؟ وهنشيل الصاجة اللي عليه دي، هشيلها وارجع لكم. تمام كده يا جماعة؟ بعد ما شلنا الصاجة من عليها هنفتح كده وهناخد سنتي بالسرنجة زي ما قلنا. تمام؟ 1 سنتي بالسرنجة هنفضيه هنا. تمام كده يا جماعة؟ 1 سنتي اهو. هناخد عليه 3 سنتي من الافريزين بالشكل ده، 3 سنتي افريزين. تمام كده يا جماعة؟ بعد ما حطينا الواحد سنتي بايوتكس بيطري والتلاتة سنتي افريزين بشري، هنفضي عليهم سرنجة المية الخمسة سنتي دي. تمام؟ بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي نقلب المبيد الحشري في المية كده بالشكل ده. طبعا لونها بص بقى ابيض، عامل زي الحليب اهي. تمام؟ لونها بيبقى ابيض زي الحليب. تمام كده يا جماعه؟ يا ريت نشتري المبيدات الحشريه من حد موثوق فيه، عشان لو جبنا نوع مضروب ممكن يعمل معانا مشاكل في الحمام. تمام كده؟ اهو كده احنا خلطناه بشكل كويس، وهنبدا ان احنا دلوقتي نجيب حمام نفاخ ان شاء الله ونستخدم عليه المبيد الحشري ده. اول حاجه بسم الله ما شاء الله فرد نفاخ ريتش اهو. تمام؟ هنشوف يا جماعه طريقه الاستخدام اهي، بسيطه جدا بفرشه الاسنان كده بالله، بله بسيطه مش عايزين نغرق. تمام؟ بلة بسيطة ورافعين الجناح، بص الجناح اهو، رافع الجناح بالشكل ده. تمام؟ وهنمسح مسحة تحت الجناح كده. تمام؟ اهو يا جماعة مسحة بسيطة مش عايزين نغرق فرد الحمام. والناحية التانية نفس النظام اهي، نرفع الجناح كده ونبل الفرشة ونمسح مسحة بسيطة برضو تحت الجناح التاني بالشكل ده. تمام كده؟ طيب بعد كده بنيجي عند قصعة الديل من فوق ومن تحت اهو يا جماعة، قصعة الديل اهي، ونمسح هنا جوه الريش. ماشي؟ جوه الريش مش فوق الريش كده، من جوه الريش. تمام؟ الناحية دي والناحية التانية في الديل برضو من تحت بالشكل ده.
تمام كده يا جماعه، بس كده. ونرجع فرد الحمام لمكانه، وممكن برضو لو عايزين نستخدم على الرقبه من ورا من هنا، تمام اهو على الرقبه من ورا، تمام اهو كده بس كده. ونرجع فرد الحمام للسلاجه. نشوف على فرد حمام نفاخ تاني اهو يا جماعه، فرد حمام نفاخ اسود ما شاء الله، مستوى قوي. تمام، هنرفع الجناح كده بالشكل ده. تمام، بص يا جماعه انا بمسك الجناح من ورا من عند الديل عشان يفضل مرفوع اهو، برفع كده وبل الفرشه بالشكل ده وامسح تحت الجناح هنا، تمام، والناحيه التانيه زيها اهو تحت الجناح كده، وبعدين عند قصعة الديل بالشكل ده من فوق ومن تحت. ونرجع فرد الحمام لمكانه. زغلول تاني اهو يا جماعة، بص كده عشان بس ايه يبان معانا الزغلول عمره قد ايه، عشان ايه ما تقوليليش انت بتستخدم الحمام كبير بس. زغلول نفاخ اهو سيلفر من الالوان الجميلة ومستوياته قوية. بص كده الزغلول اهو لسه ما كساش ريش تحت البوط، تمام، لسه الزغلول ما كساش الريش تحت البوط. فهنبدا دلوقتي برضو ان احنا نعمل له بنفس الطريقه، تمام اهو. هنبل الفرشه بالشكل ده وهنرفع الجناح كده، تمام، ومش عايزين بقى نعمل على الجلد، عشان لو عملنا على الجلد نفسه هيلتهب هيحمر، انا عارف ومجرب الموضوع ده قبل كده. فهنعمل فين؟ على الريش، تمام كده يا جماعه. هنرفع الجناح كده وهنعمل على نمشط على الريش هنا اهو بالشكل ده، تمام، ونقفل الجناح ده كده ونروح على الجناح التاني بنفس الطريقه، نرفع الجناح تمام ونمشط برده من تحت هنا على الريش، لان لو عملنا على الجلد هنا يا جماعه والله الجلد هيلتهب، وانا مجرب الموضوع وعارف، عشان كده انا بقول لك عن تجربه عمليه. تمام كده، عند قصعه الديل عادي خالص اهو من هنا، وعند الديل من تحت اهو، تمام، برضو ما نعملش على الجلد بتاع فتحة المجمع عشان الجلد ما يلتهبش اهو، بس كده. ولو برضو عايزين نعمل على الرقبة من ورا مفيش مشكلة اهو، ريش الرقبة من ورا اهو مفيش اي مشكلة، تمام. تمام كده يا جماعة، زي ما شفنا مع بعض دي الطريقة اللي احنا استخدمناها النهاردة في علاج حشرات الحمام، طريقة بسيطة وسهلة جدا. فرشة اسنان قديمة عندك، وهنبدأ ان احنا نجيب طبق صغير او علبة صغيرة او اي حاجة صغيرة، ونحط فيها 1 سنتي بس من البيوتكس بيطري على 3 سنتي من الافريزين بشري، ونحط عليهم 5 سنتي مية ونخلطهم في بعض كده في حاجة صغيرة، وبفرشة الأسنان بنمسح زي ما شفنا كده تحت الجناح، تحت الجناحين وتحت الديل من تحت وعلى الديل من فوق، تمام كده، وممكن برضو على الرقبة من ورا، تمام كده. سواء حمام كبير مفيش أي مشكلة بإذن الله، سواء زغليل مفيش أي مشكلة بإذن الله، بس أهم حاجة ما نبهدلش الريش، يعني ما يبقاش عليه كميه كبيره من المبيد الحشري. ولو الحمام عندنا رائد على زغليل او رائد على بيض، الافضل ان احنا بلاش نستخدم المبيد الحشري في الوقت ده، تمام كده، عشان لو جت نقطه على البيض او على الزغليل ممكن تعملها تسمم وتموتها، تمام. وطبعا يا جماعه بالنسبه للمكان هنستخدم بخاخه الميه، هنحط فيها 2 سنتي من البيوتكس بيطري مع 5 سنتي من الافريزين البشري، ونملى البخاخه دي ميه ونرجها كويس ونرش منها المكان. يبقى هنرش فين؟ هنرش بقى ايه، على الحيطان، ورا السلكات، تحت السلكات، اي حاجه عندنا، اي اماكن كده مدريه نرش فيها، لان الحشرات هتطلع من جسم الحمام بسبب المبيد الحشري الموجود في جسمها، وهتروح تستخبى عندك في المكان تحت السلكات او ورا السلكات او الكلام ده. فاحنا مش عايزين يكون ليها مكان تعيش فيه، تمام، ونقضي عليها من المكان خالص، ان شاء الله تختفي عندك لمده شهور لحد بعد كده ما تبدا ان هي ترجع تاني، تمام. طيب بعد ما استخدمنا اول يوم علاج الحشرات ده للحمام وللمكان، بنكرره تاني يا جماعه بعد 10 ايام، بعد 10 ايام بنكرر مره كمان. ليه؟ عشان لو الحشرات ديت ليها يرقات او ليها بيض في المكان، والبيض دوت فيها اصطلاح حشرات جديده، فاحنا بنقضي عليها المره الثانيه، فبيبقى ما فيش عندنا اي حشرات ان شاء الله لفتره طويله، تمام كده يا جماعه. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في تعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع وانزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.